ماذا اختلف الناس؟ اختلف الناس في السنة هل تنسخ الكتاب أم لا؟ ها فقال الجماعة خليك معي، اقرأ رقم 255. وقد حدثنا أبو قدامة قال سمعت سفيان بن عيينة يقول كنت أقرأ هذه الآية فلا أعرفها، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها، أقول هذا قرآن وهذا قرآن فكيف يكون خيرا منها؟ حتى فسر لي فكان بينا نأتي بخير منها لكم، أيسر عليكم، أخف عليكم، أهون عليكم. نعم، هذه الحكمة من النسخ، أن هذه الآية في ذاك الزمان وهذا الحكم في ذاك الزمان كان هو أحسن الأحكام بالنسبة إليكم، لكن عندما حصل النسخ أصبح هذا الحكم في هذا الزمان هو أفضل الأحكام بالنسبة إليكم. متى؟ الآن. إذا ما معنى نأتي بخير منها؟ شرحنا الآن، ما معنى نأتي بخير منها؟ تفضل. أيسر عليكم، أهون عليكم، أخف عليكم. إيش يعني؟ فسر يعني. فسر. أيسر عليكم، أي الحكم القديم كان فيه مشقة فأتى ما ييسره. جئنا بحكم جديد نسخ السابق وكان هذا أخف عليكم الآن. وذاك كان قبل أخف لكن هذا مناسب لكم الآن. والسابق كان مناسب لكم في وقته. نعم، إذن عندنا حكمان، حكم يناسبكم في ذاك الوقت وذاك الزمان وذاك المكان، أما الآن وقد نسخ، فالأفضل الآن والأيسر لكم والأفضل لكم هو الحكم الشرعي القائم الآن، فهو أخف عليكم وأهون عليكم وأيسر عليكم. إذن هذا معنى النسخ.